أجزي المجرمين. حتى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب
ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى قوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا
واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن حملة القرآن ومن عاملين بإحكام القرآن. وقد قلت الكلمات الموجزة باسم الله وباسم الأب المالك وباسم الخلافة.
وراي بكلمه الى السيد امين كليه الاداب والعلوم السند المكناس ليلقي كلمه سبيل المناسب سوف تنشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على خير المرسلين. خير كلمه ترحيبيه لاستاذنا الفاضل هو هذا الحضور المتميز من طلبه واساتذه وضيوف كرام الذين جاءوا من بعيد من اجل الاستمتاع بهذه الامسيه الطيبه العلميه التي تنظمها شعبه الدراسه الاسلاميه. فباسمكم جميعا اتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لاستاذنا الفاضل الجليل الاستاذ عبد المجيد النجار الذي جاءنا من تونس الزيتون الى مكناس الزيتون. اذا فمرحبا به واهلا به بهذه المؤسسه مؤسسه كليه الاداب والعلوم الانسانيه بمكناس. لقد تعرفت على الاستاذ عبد الحميد النجار كمؤرخ وليس كباحث في مجال العقدي والاسلامي، فبدايته كانت مفرغا لانه اعطى الشيء الكثير حول تاريخ الدوله الموحديه، ولعل ان اهم كتاباته في المجال هي تهم بالخصوص المهدي بن طوبرت واصلاحاته وفكره وكذلك اعماله الثقافيه وكذلك الفقهيه. اذا لن اطيل عليكم فاشد الترحاب باستاذنا الفاضل ونشكره على تحمله على السفر من مدينه فاس الى مكناس، ونجدد الترحاب كذلك بهذا الحضور الكريم ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سيد المحترم، شكرا جزيلا على حضوره معنا في كل الانشطه التي تنظمها الشعبه وماستر المدرسه وزير الخلافه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس فضيلة الدكتور أحمد الحمودي، فضيلة الدكتور سيدي عبد المجيد النجار، السيد رئيس شعبة الدراسات الإسلامية دكتور سيدي فؤاد محداد ورئيس مختبر الدراسات الشرعية والعمرانية البشري، السادة الأساتذة الأفاضل، أيها الطلبة الأعزاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها الملأ الطيب، في إطار الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها ماستر المذهب المالكي وتدبير الخلاف، منذ أن رأى النور بهذه المؤسسة العاملة قبل 3 سنوات 2014، نعتز اليوم أيام اعتزاز ونسعد كل السعادة أن يحل بيننا علم من الأعلام المالكية في الوقت الحاضر فضيلة الدكتور سيدي عبد المجيد النجار رئيس المركز العالمي للبحوث والاستشارات العلمية بتونس القيروان وهو الغني عن التعريف. هذا الرجل الذي خطط لحضوره معنا ثلة من أهل الفضل والخير من أساتذة شعبة الدراسات الإسلامية، هؤلاء الذين أسهموا في تنظيم مجموعة من الأنشطة العلمية السابقة تلك المجموعة التي يعتبر الدكتور فؤاد محداد واسطة عقدها الذي فتح الله على يديه رئاسة شعبة الدراسات الإسلامية بعد مجموعة من الإخوة الذين تعاقبوا عليها، نشكرهم جميعا. فقد فتح الله صفحة جديدة، نطلب الله له التوفيق والنجاح والصحة والعافية لأنه يأتي إلينا يوميا من مدينة فاس. لقد استثمرت اللجنة التنظيمية مشكورة انعقاد المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في السيرة النبوية بفاس أيام 24 و25 و26 نوفمبر 2016 ذلك المؤتمر الهادف الناجح الذي حضرنا البارحة ولله الحمد جلسته الافتتاحية. ومن أعلام هؤلاء أستاذنا الفاضل الشيخ عبد المجيد النجار
الذي ألقى كلمة تكتب بماء الذهب، تعتبر بمثابة وصفة دواء لما تعانيه الأمم من أمراض وأزمات، ومنها أزمة التنزيل. وأبى إلا أن يحضر معنا هذا اليوم السعيد، هذا العرس، للاستفادة من علمه الغزير، ويسمع منه أساتذتنا وطلبتنا الأعزاء مباشرة، لأنه كما يقال ليس من رأى كمن سمع، وذلك من خلال موضوع مهم جدا وهو دور الإصلاح العقدي في الاستنهاض الحضاري. أصلح الله أحوال هذه الأمة. وقبل إعطاء الكلمة لفضيلته، وأعطي الكلمة للسيد الدكتور فؤاد محداد، رئيس شعبة الدراسات الإسلامية ومختبر الدراسات الشرعية والعمران البشري، وفي نهاية هذه الكلمة أجدد شكري باسمي كل المؤطرين بمسلك ماستر المذهب المالكي والبالخلاف، وأساتذة شعبة الدراسات الإسلامية وكلية الآداب بصفة عامة، إلى الأستاذ المحاضر وإلى فضيلة الدكتور سيد أحمد المحمودي على مساعدته لنا في كل الأنشطة التي نظمت منذ 2012 إلى يومنا هذا. وفي الأخير أعطي الكلمة إلى أخي وصديقي سيدي فؤاد محداد فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده، وصلي يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، وعلى الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم سلام. السيد العميد خادم صروحي التفاكر العيني، معالي وعوالي رئيس المركز العالي للبحوث والاستشارات العلمية بتونس الدكتور عبد المجيد النجار، السيد منسق ماستر المذهب المالكي وتدبير خلاف، الحضور الكريم، علماء عاملين نصحاء ودارسين وباحثين صلاح، تحية من عند الله مباركة طيبة وسلاما قولا من ربي الرحيم. تشرف شعبة الدراسات الإسلامية في شخص خديمها وأساتذتها ومختبر الدراسات الشرعية والعمران البشري بمجموعاته البحثية اليوم باستضافة علم من الأعلام النظار من أهل الاعتبار والاقتدار، ممن يحملون هم الأمة على بصيرة واستبصار، وإسهاماته المعرفية وآثاره العلمية ومشاريعه الهدائية النهضوية العمرانية ومشاركاته الإحيائية وجهوده المشكورة المأجورة في الباب، ناطقة وشاهدة وبادية على محيا هذا المشوار. فتقديرا وأداء للمعروف الجميل ولو بالأركان، وسدادا للفضل لذوي الفضل بالجوانح والجنان، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني السادة الأساتذة، أبذل من هذه الحياض المورقة وهذه الرياض المونقة لعوالي فضيلة الدكتور عبد المجيد النجار من ضروب الشكر والثناء والتقدير أوفاها وأزكاها، ومن صنوف الامتنان والإجلال والتعظيم أبهاها وأسناها على إجابته الدعوة وإسعافه الرغبة. أوصاني زملائي على أن لا أتزيد في الحديث وأن أتقلل، ونعمتي الوصية سيدي تحيا بكم كل حضار تنزلون بها كأنكم في حياض العلم أمطار، وتشتهي الآذان منكم ديما هطلا كأنكم في الأسماع للاستنهاض أواو. والكلمة للمنسق. لفضيلة الدكتور فؤاد المحداد على كلمته الموجزة. والآن نعطي الكلمة إلى فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد النجار حفظه الله ليتقدم الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية طيبة مباركة لجميع الأخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات، أساتذة علماء وطلاب علم متشوقين للمستقبل. أجدني سعيدا أن أكون بينكم، وهل لمن قضى نصف قرن في محراب التربية والتعليم هل من سعادة له أرقى من أن يجد نفسه بين أهل العلم؟ أنا طرفت في السياسة وكنت عضوا في المجلس الوطني التأسيسي للبرلمان، وساهمت في إنجاز الدستور، وهذا كله عمل قد يكون فيه فوائد، ولكنني لا أجد نفسي في إشراقة إلا حينما أكون بين أهل العلم مثل ما أنا عليه الآن بين هذه الوجوه النيرة. والشكر موصول للأخوة الأساتذة والأخوة الإداريين وعلى رأسهم السيد العميد على ما وفروا لنا من هذه الفرصة الطيبة الجميلة التي ألتقي فيها مع هذا الشباب وهؤلاء الشباب لنتذاكر في موضوع مهم يشغل بال الكثيرين، وهذا الموضوع عنوانه دور الإصلاح العقدي في الاستنهاض الحضاري. ولا أدعي أنني سألقي محاضرة وسآتي بما لم يأتي به الأوائل، ولكنني أدعي أنني سألقي أفكارا لعلها تجد وستجد إن شاء الله من يحتضنها بالتفكير وبالبحث وبالفحص اتفاقا معها أو اختلافا. فأقول متكلا على الله تعالى إن كل حضارة تنشأ إنما يكون الدافع إليها فكرة، تصور للكون والحياة والإنسان يحمله قوم فتدفعهم هذه الفكرة إلى هذا أو إلى الإنشاء الحضاري، إذا ما كانت هذه الفكرة تحمل مقومات الإنشاء الحضاري. وقد تكون هذه الفكرة فكرة فلسفية، وقد تكون عقيدة دينية، ولكن الفكرة مهما كانت لا تبلغ من حيث ذاتها مبلغ الإنشاء الحضاري إلا إذا كان تحملها من قبل أهلها الذين يؤمنون بها تحملا عميقا يبلغ في النفوس بحيث تصبح هذه الفكرة مسيطرة على العقول ومسيطرة على الإرادة ودافعة للعقول والإرادات نحو الفعل ونحو الإنجاز. بالنسبة لنا كمسلمين الفكرة التي أنشأت الفكرة أضعها بين قوسين التي أنشأت تلك الحضارة الإسلامية المشهودة إنما هي العقيدة الإسلامية، هذه العقيدة التي جاءت تحمل تصورا عن الكون وعن الوجود وعن الحياة وعن الإنسان، تلقاها المسلمون من الدعوة المحمدية وآمنوا بها إيمانا عميقا، انطلقوا تدفعهم هذه العقيدة وأنشأوا من تلك الحضارة ما أنشأوا في ظرف وجيز. كان العرب بدوا ليس لهم حضارة وليس لهم بناء ولا إنشاء حضاري، فلما اعتنقوا العقيدة الإسلامية انطلقوا بها ينشئون حضارة في
في وجهها المادي وفي وجهها المعنوي في وحققوا ما يشبه المعجزة بناء حضاريا في بضع عشرات من السنين. ثم تطور الزمن وأصاب تلك العقيدة في عقول المسلمين وفي نفوسهم خلل، حتى لا أقول كلمة أخرى، أصابها خلل، فجاءت النتيجة هي تخلف حضاري للمسلمين. العامل والباعث الذي بعثهم لينشئوا حضارتهم المشهودة تخلف هذا الباعث وهذا العامل، فتخلفت النتيجة. ولذلك ينبغي علينا وخاصة نحن الذين نشتغل بهذه العلوم الإسلامية أن ننظر في هذا الموضوع وأن ننتهج نهجا نصلح به من أمر عقيدتنا ما أصابه الخلل، حتى تعود هذه العقيدة فاعلة في العقول، فاعلة في النفوس، مجيشة للإرادة الفردية والجماعية من أجل استئناف الحضاري ومن أجل البناء الحضاري. هذا الخلل الذي أصاب عقيدتنا هو خلل يتمثل في مظاهر عدة. أول هذه المظاهر هو خلل في مصدر العقيدة، ثم خلل في مفهوم العقيدة، ثم خلل في مضمون العقيدة، ثم خلل في كيفية تحمل هذه العقيدة. ولهذا سأتناول هذه الجهات بشيء من التفصيل، ولكنه تفصيل ليس فيه إطمار إن شاء الله تعالى. أما فيما يتعلق بمصدر العقيدة، فإن مصدر ديننا معروف عندنا هو نصوص الوحي قرآنا وسنة. الوحي جاءنا بتصور للوجود، هذا الوجود القائم على إله خالق مدبر وعلى مخلوقات تسمى في المصطلح العقدي بالعالم وهو ما سوى الله تعالى. وعقيدة جاء القرآن يبين حقيقة الإنسان فيها والمهمة التي وجد من أجلها والمصير الذي يصير إليه في حياة بعد هذه الحياة. وجاء أيضا هذا الوحي يبين لنا حقيقة الكون وحقيقة البيئة الطبيعية وحقيقة العلاقة بين الإنسان وبين هذه الطبيعة وهذه البيئة. كل هذا جاء في الوحي بيناً واضحاً في أقصى وفي أعلى درجات الوضوح. تشرب المسلمون الأوائل هذه العقيدة وهذا التصور العقدي مباشرة من القرآن والسنة، فكان تصور واضح، كان تصور جلي لم يخالطه مصدر آخر غير مصدر القرآن والسنة. ثم تطورت الأمور وأصبح هناك علم يسمى بعلم العقيدة أو علم الكلام حسب التسميات المتتالية، وأصبحت هناك فرق تتجادل في شأن هذه العقيدة، وداخلت بعض التصورات دواخل أجنبية، ووجدت المؤلفات في كتب العقيدة المختلفة، وأصبح الناس يأخذون عقيدتهم وتصوراتهم من القرآن والحديث، ولكن يأخذون بعضا منها أيضا
من هذه الكتب، من هذه المصادر غير القرآن والحديث بما استحدث فيها من الآراء ومن الأفكار. شأن الفقه، الفقه هو أيضا الأصل أن المصدر هو القرآن والسنة ابتداء، ولكن بعد ذلك وجدنا الناس لا يعودون إلى القرآن والسنة، وإنما يعودون إلى كتب الفقه التي أنجزها العلماء الذين أخذوا من القرآن والسنة. فأصبح إذن مصدر العقيدة ليس مصدرا صافيا، خالطته المصادر أخرى وداخلته أفكار لما نمتحنها في الدرس نجد لا نجد لها أساسا لا في القرآن ولا في السنة. فواجب إذن أن نعود في استلهام عقيدتنا في جميع أبعادها، سواء فيما يتعلق بالإيمان بالله أو بالإيمان بالنبوة أو بالإيمان بالبعث أو بالإيمان فيما يتعلق بالبيئة الطبيعية، نعود إلى المعين الصافي إلى القرآن والسنة مباشرة، ونتخذ من تلك المؤلفات من تلك المراجع مستأنسا لنا نستعين به وندرسه ونتفحصه ونستفيد منه، لكن ليس على أساس أنه مصدر للعقيدة، وإنما على أساس أنه مستأنس يساعدنا على فهم العقيدة. هذا ما ينبغي أن يكون فيما يتعلق بمصدر العقيدة والإصلاح بمصدر العقيدة. أما فيما يتعلق بمدلول العقيدة فقد أصابه خلل أيضا. ما معنى العقيدة؟ وما هذه الكلمة لا نجد لها حضورا في النصوص القرآن والسنة، وإنما نجد كلمات أخرى قريبة منها وتؤدي معناها. نجد الإيمان، حتى أن البعض اليوم أصبح يسمي هو ما نؤمن به كمسلمين، ما نعتقده كمسلمين. هذا المدلول أصابه بعض الخلل أيضا. هناك حديث نبوي هو الذي يوجهنا في ما ينبغي علينا أن نؤمن به أو ما ينبغي علينا أن نعتقده، وهو حديث الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الحديث المشهور هو الذي يحدد لنا مدلول الإيمان أو مدلول العقيدة. لكن مع الأسف التعامل مع هذا الحديث النبوي أصابه الخلل أيضا، واقتصر فيه أو في فهمه على ظاهره، وأصبح الإيمان وأصبحت العقيدة هي هذه الأمور الستة التي ذكرت في الحديث، وتنوسيت أشياء أخرى ومعتقدات أخرى تضمنها الحديث أيضا، ولكن بصفة غير مباشرة، لأن الإيمان بالرسل هو الإيمان بخاتم الرسل على رأسه، والإيمان بخاتم الرسل والاعتقاد في خاتم الرسل ما معناه؟ معناه أن تؤمن بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق من عند الله، وأن تؤمن بأن كل ما جاء به حق يجب عليك أن تؤمن به. إذن الإيمان أو العقيدة في الحقيقة تشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو موثوق،
فكل ما جاء به وتثبتنا أنه على درجة المقبولة بمقاييس الحديث النبوي فالإيمان به هو ضمن العقيدة. ولكن هذا المفهوم لا نجد هو المفهوم السائد بين المسلمين. أصبح المفهوم السائد للإيمان أو للعقيدة هو الإيمان بالغيبيات، هو الإيمان بالله والإيمان بالوحي والإيمان باليوم الآخر وبالملائكة وبالجن، الأمور الغيبية. تقريبا اقتصر الناس، اقتصر المسلمون في تحديد مدلول الإيمان أو مدلول العقيدة على هذه الأمور. ومسألة أن الإيمان يشمل كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقع تناسيها أو وقع تأخيرها. النبي الكريم جاء بهذه المعتقدات الستة ولكن لم يأتي بها هي فقط، جاء بأشياء أخرى على غاية من الأهمية. جاء بالعبادات، وجاء بتحريم الربا وتحريم الخمر، وجاء بتكريم الإنسان، وجاء بحرية الإنسان، وجاء بالتكافل الاجتماعي، وجاء بالشورى، وكل هذه قطعيات في الدين. قطعيات في الدين لا تدرج ضمن مفهوم الإيمان ولا مفهوم العقيدة، تدرج ضمن مفهوم آخر هو مفهوم الشريعة الذي يؤخر في الرتبة عن مفهوم العقيدة. لما نقرأ القرآن الكريم فإننا نجد أن التكافل الاجتماعي وأن يكفل المسلمون بعضهم بعضا وأن تسد حاجة المحروم والضعيف والعاجز، نجد هذا من الإيمان بالنص الصريح، ليس بمؤمن من في الحديث النبوي، ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. قالوا ليس بمؤمن على أنه ليس بمؤمن الإيمان الكامل. نعم فليكن، لكنه من الإيمان. وفي الحديث النبوي الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها مرافقة الأذى عن الطريق. في حديث آخر أيما أهل عرصة يعني حي وقرية مات فيهم امرؤ جائعا قد برئت منهم ذمة الله ورسوله. الشورى جاءت بين الصلاة والزكاة، أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. التعمير في الأرض، التعمير في الأرض ابتداء من النظر في الكون لاستنتاج قوانين، ثم استثمار الطبيعة من خلال تلك القوانين. القرآن مليء بالأمر الصريح في هذا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض وانظروا كيف بدأ الخلق. أمور ذات طابع عملي حياتي من صميم الإيمان لا نجد لها موقعا في مفهوم العقيدة عند الكثير من المسلمين. هل لو تصورنا أن إنسان ما اعتقد أن الإنسان كائن حقير وأنه ينبغي سحقه وظلمه واحتقاره والاستبداد عليه، هل يكون هذا مؤمنا؟ لو اعتقد معتقدا أن الإنسان لا مهمة ولا وظيفة له في الحياة ووجوده عبث وليس مطالب بالبناء والتعمير بأنواع التعمير وأنه خلق سدى هكذا يأتي ويذهب دون أن ينجز، لو اعتقد معتقد هذا هل يكون مؤمنا؟ وهكذا أشياء كثيرة سنتعرض إليها في العنصر الذي يأتي بعد ذلك.
مفهوم العقيدة يكاد ينحصر على الأمور الغيبية، وانسحب منه في الأذهان الأمور العملية الحياتية الإنجازية التعميرية في الأرض، سواء تعمير مادي بالبناء ابتداء من اكتشاف القوانين واستثمار الطبيعة، أو البناء المعنوي بترقية الإنسان وتكريم الإنسان الفرد وترقية المجتمع بالوحدة وبالتراحم وبالتعاطف وبالتآخي. مفردات الإيمان وجاء بها الأوامر صريحة من الدين بالضرورة، وإنكارها قادح في الإيمان لا محالة، لكننا لا نجد هذا ضمن مفهوم العقيدة. وعندما نقول مفهوم العقيدة أو مفهوم الإيمان عند المسلم هو معقد النجاة في الآخر، هو الذي ينجي في الآخر. يعتقد المسلم أنه ينجو إذا آمن بالله وكتبه ورسوله على المعنى الذي ذكر، وأنه لو لم يحترم الإنسان ولم يكرم الإنسان وحرية الإنسان ولم يعمر في الأرض ولم يتخذ وكان مستبدا ظالما، كأن هذا ليس له مدخل في النجاة، في نجاة الإنسان في اليوم الآخر. إذن هذا المفهوم أصبح مفهوم فيه خلل. السؤال لماذا؟ لماذا أصبح المفهوم هو هذا المفهوم المختل الذي انسحب منه جزء كبير من مفردات الإيمان؟ المسألة الدقيقة، وأرجو من الطلاب والطالبات أن ينتبهوا إليها، هو العقيدة ومفهوم العقيدة يؤخذ من علم أصبح يعرف بعلم العقيدة على اختلاف التسميات، المربون والطلاب والدعاة كلهم يأخذون العقيدة ويدرسونها من خلال هذا العلم الذي تكتب فيه الكتب وتدرس فيه حسب المستويات، ويعلم الناشئة عقيدته من خلال كتب العقيدة على اختلاف أنواعها، كتب العقيدة التي تمثل علم العقيدة. علم العقيدة هذا هو علم دفاعي، نشأ دفاعيا خلافا لعلم اللاهوت المسيحي الذي نشأ شرحيا يشرح. أما علم العقيدة فهو علم دفاعي، لأن العقيدة الإسلامية واضحة وبسيطة وسهلة، الله واحد مفهوم بسيط لا تحتاج إلى شرح كثير. أما الله واحد وثلاثة هذه تحتاج إلى شرح، ولهذا كان علم العقيدة علم دفاعي. كلما نشأ تحدي لعقيدة من معتقدات المسلمين قابلها العلماء ابتداء من القرن الثاني بالدفاع إثباتا لها وردا على الشبه المتجهة إليها، فيصبح ذلك مفردة من مفردات هذا العلم. وعلى خلاف ما نتصور الكثيرون، أرقى أو أعلى مفردة من مفردات العقيدة هي الإيمان بالله الواحد، ولكن لم تكن هذه هي الأول نشوءاً في التاريخ، هذه كانت نشأت الجدل فيها بعد مسائل أخرى. أول مسألة عقائدية نشأ البحث فيها وكانت اللبنة الأولى في علم العقيدة هي قضية الإيمان ما هو والكفر ما هو منذ مقتل عثمان رضي الله عنه، وقضية حرية الإنسان، هل الإنسان حر فيما يفعل أم مجبر على ما يفعل، وهذا في أواخر القرن الأول، وكانت تلك اللبنة الأولى. ثم جاءت التحديات
تتعلق بوجود الله وتنزيه الله، لأن اليهود كانوا من المجسمة والمسيحيين كانوا من المعددة، فجاء المسلمون يردون إثباتا وردا للشبه فانضاف. ثم جاء الإنكار الوحي من عند البراهمة فانضافت قضية الوحي والبرهان على الحق، أن الوحي حق إلى آخره. ثم شيئا فشيئا جعل هذا العلم يكتمل شيئا فشيئا، كلما وقع تحدي على مفردة من مفردات العقيدة وقع البحث فيها وأضيفت إلى هذا العلم، حتى اكتمل البحث فيه تقريبا في القرن الرابع والخامس. في هذا الزمن كلا يعني تعب العقل الإسلامي، ليس فقط في النظر العقائدي بل حتى في الاجتهاد الفقهي وفي كل مجالات الثقافة الإسلامية، وأصبح هذا العقل عاجزا عن الإضافة وأصبح مكتفيا بالشروح وبالحواشي وبالترتيب والتنظيم لما قال الأوائل. فانغلق هذا العلم، انغلق علم العقيدة على نفسه وأصبح مدونات يكرر بعضها بعض ويزيد بعضها على بعض بالشروح وبالحواشي، وأصبحت أبوابه ثلاثة واضحة مع تفصيلات في كل باب: الألوهية والنبوة والبعث. وكانت قضايا أخرى تثار وتتحدى، ولكن لم يقبل العقل الإسلامي على أن يضيفها إلى الفكر إلى علم العقيدة. لما انغلق هذا العلم وتوارث المسلمون مؤلفات علم العقيدة وأصبحت المصدر لمفهوم العقيدة ولمفردات العقيدة، أصبحت قضايا أخرى لم يقع تحدي فيها في القرون الأولى، ولكن وقع التحدي فيها بعد ذلك، أصبحت خارج هذا العلم، وبالتالي أصبحت خارج مدلول العقيدة. وأعطيك بعض الأمثلة. الآن أي كتاب من كتب العقيدة تفتحونه لا تجدون فيه قضية مهمة وأساسية من قضايا الإيمان وهي شمولية الدين، أن الدين الإسلامي دين شامل لكل مجالات الحياة. والحال أن هذه القضية هي أكثر القضايا الإيمانية التي تتعرض للتحدي اليوم، تتحداها الألمانية التي تحصر أو تريد أن تحصر الدين في الشأن الشخصي، وأن يخرج هذا الدين من الاقتصاد ومن السياسة ومن مجالات الحياة العامة. لكن كتب العقيدة التي ندرسها لأبنائنا لا نجد فيها هذه المسائل، هذه المسألة. قضية كرامة الإنسان وحرية الإنسان وقيمة الإنسان التي نجد القرآن والحديث كل منهما يعلي من هذه المسألة، لا نجدها أيضا. والحال أن هذا الإنسان يتعرض اليوم لأنواع من الهدم، الهدم النفسي بالاستبدال والظلم، والهدم المعنوي، والهدم المادي بما يراد له من الاستنساخ ومن الجندر ومما تعلمون من هذه القضايا، لا نجد هذا في كتب العقيدة. لا نجد مبحث يتكلم عن الإنسان في العقيدة الإسلامية، ما عدا مؤلفات قليلة نادرة جدا. إذن مفهوم العقيدة يجب أن ندخل عليه إصلاحا، ويصبح مفهوم العقيدة ومفهوم الإيمان شاملا لكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القطع، ما يعرف ما يعني ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن الإيمان به هو إيمان، هو داخل في مفهوم الإيمان. وبالتالي نضيف إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
الإيمان بقيمة الإنسان، بحرية الإنسان، الإيمان بالتعمير في الأرض، الإيمان بتدبير الأمور بالشورى، الإيمان بما يشبه هذه الأمور التي علمنا أنها مقطوع بها وقطعية وندخلها في مدلول العقيدة، لتصبح الإنسان المسلم لما نقول له أنت مؤمن فيعلم أنه مؤمن ليس فقط بالأساسيات الكبرى التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ولكن هو مؤمن لأنه مؤمن بهذه لمحل هذه الرسول، ولكنه مؤمن يكون في إيمان كما قلنا في فاتحة الحديث، ما الذي يجعلني أنا أتحرك وأعمل وأنجز؟ فإذا لم يكن في إيماني وفي وعي الإيمان أنني أقيم عمرانا على هذه الأرض وأعتبر هذا من مفردات العقيدة ومن مفردات الإيمان، وإذا ما اختل فإنه يحدث خللا في إيماني، أنني لا أنطلق في هذا السياق، سأبقى في الغيبيات، أؤمن بالغيبيات، وهذه كما قلنا حتى لا يذهب الظن بأن هذه بأننا يعني نقلل من شأن هذه الأسس الكبرى، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن يجب أن نعود إلى القرآن وإلى السنة، وخاصة إلى القرآن الكريم، لنحرر قائمة الإيمانيات. حين ذلك فإننا سوف نجد على رأس هذه المفردات الإيمان بالله والإيمان بالوحي والنبوة والإيمان بالبعث والإيمان بالملائكة الأخيرة، ولكن سنجد أيضا أن في هذا القرآن الكريم مفردات إيمانية أخرى، هي مفردات التعمير والبناء الحضاري. الأمة التي تأتي ولا تنجز شيئا، لا تبني شيئا، لا تعلم شيئا من قوانين الطبيعة، لا تستثمر شيئا من مقدرات الطبيعة بناء على ذلك تلك القوانين، هذه أمة إيمانها ناقص، هذا قدح في إيمانها، لأن الإنسان إنما خلق ليكون خليفة في الأرض، إنما خلق ليعمر في الأرض. الأمة التي تسحق الإنسان وكرامة الإنسان وحرية الإنسان وتدوس على هذا الإنسان، هذه مقدوح في إيمانها، فينبغي أن يكون هذه من مفردات العقيدة بنص القرآن. الأمة التي كما نرى لا تقيم تكافلا اجتماعيا بين أفرادها، فالغني لا ينظر إلى الضعيف الفقير، وحطام بشري ملقى في الشوارع أطفالا وعجلا يلتحقون السماء ويفترشون الأرض، هذه أمة إيمانها مختل. لماذا؟ لأن النبي الكريم يقول ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع من جنبه ويعلم، ولأن القرآن المكي وهو الذي جاء يرسي العقيدة ويرسي التوحيد، نراه كثيرا جدا ما يقرن بين التوحيد وبين التكافل الاجتماعي. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تناست الأمة هذه المفردة، مفردة التكامل الاجتماعي باعتبارها مفردة إيمانية بنص القرآن ونص الحديث، وأصبح المسلم يعتقد نفسه مؤمن إيمان كامل
لما يعتقد بهذه الأساسيات ثم هو يصوم ويصلي ويذهب كل عام الحج، وأنه لو جاء جاره وهو يعلم ذلك أن هذا أمر نافلة من النوافل. ليست هذه المفردة من الإيمانيات في الوعي العقدي للإنسان المسلم، لأنه لم يتعلمها أو لم يعلم إياها. يعتقد الإنسان المسلم أنه إذا لم ينجز شيئا في حياته منذ ولد إلى أن مات، لم يتعلم قانونا من قوانين الطبيعة، لم يدرس شجرة، لم يصنع شيئا، فجاء وذهب كما جاء، يعتبر نفسه مؤمنا حقا. وليس الأمر كذلك، لأن الله خلقه ليعمر الأرض، استعمرنا الله بالأرض وأمرنا بأن نعمر في هذه الأرض، وأمرنا بأن نكون شهداء على الناس. وما معنى شهداء على الناس؟ شهداء على الناس يعني نكون حاضرين بحضارتنا وبإشعاعنا الحضاري أمام الأمم، حتى تقتدي بنا هذه الأمم باعتبار إشعاعنا الحضاري. إذن هناك مفردات كثيرة غائبة عنا في إيماننا وفي معتقداتنا وفي كتب العقيدة. أيها الأخوة الأساتذة والمدرسون والطلاب، يجب أن نعيد النظر في كتب العقيدة التي ندرسها. لا تشتمل هذه الكتب على كل مفردات العقيدة، وإنما تشتمل على بعضها. يجب أن ندرج ضمنها اليوم شمولية الدين الذي يتحداها الناس، حتى من أهل جدتنا ممن يسمون بالعلمانيين. يجب أن ندرج ضمنها كرامة الإنسان وحرية الإنسان. يجب أن ندرج ضمنها البناء والإنجاز الحضاري. يجب أن ندرج ضمنها الشهادة على الناس بأبعادها المختلفة، ويكون هذه المفردات ضمن هذه الكتب، وندرسها في مدارسنا وفي كلياتنا وفي منابر الدعوة، حتى يكون المسلم لا يعتقد نفسه مؤمنا ولا يعتقد نفسه معتقدا إلا إذا جمع هذه المفردات كلها: الغيبي منها وهو الأساس، والحياتي العملي منها وهو أيضا الملحق في أساسيته بتلك الغيبيات. حينئذ فإن هذا يدفع بالمسلمين نحو البناء ونحو الفعل. حينما يخاف المسلم أن لا يكون ناجيا في اليوم الآخر، إذ هو لم يعمل ولم ينجز ولم يبني ولم يكفل، حينما يكون في ذهنه هذا يخاف أن لا ينجو إذا لم يكن معتقدا لذلك، فإن إيمانه هذا سوف يدفع به إلى الإنجاز ولا العمل، مثل ما يدفع به إيمانه بالصلاة إلى أن يقوم كل صباح ويذهب إلى الصلاة. هذا إذا إصلاح في المفردات. الأخير وهو الإصلاح في كيفية التحمل. في كيفية التحمل درج المسلمون على أن يكون تحملهم الإيمان تحمل وراثي تقليدي. وجدوا أنفس آبائهم وأمهاتهم يؤمنون بهذه القضايا فآمنوا. لم يبلغ إيمان المسلم في نفسه وفي عقله وفي وجدانه مبلغا عميقا يجعله يتحرك نحو خوف الله ونحو الرجاء فيه ونحو حب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو العمل والإنجاز والبناء ونحو التكريم الإنسان إلى آخره. لم يبلغ هذا المبلغ لأنه وراثي، أصبح وراثة، وأصبح عند بعض المتعلمين أقيسة منطقية في
بما يسمى بعلم الكلام لا تتجاوز عقولهم المجردة. المسلمون الأوائل لما آمنوا بالعقيدة في جانبها الغيب وفي جانبها العملي كان إيمانهم يملأ نفوسهم ويسيطر على جوارحهم وعلى عقولهم ويدفعهم دفعا. انطلقوا إلى البناء وإلى العلم، العلم الكوني والعلم الشرعي، وإلى الإنجاز وإلى التكافل وإلى الشهادة على الناس. فكان تحملهم الإيمان تحملا عميقا. بعد ذلك فتر هذا التحمل، ولهذا جاء الإمام الغزالي فكتب كتابه إحياء علوم الدين. إحياء يعني لأن الإيمان أصبح يشبه أن يكون ميتا في النفوس، فجاء يحيي. ولا يكفي في هذا الإحياء التحمل العقلي بالإيمان العميق، هذا ضروري ولكن غير كافي، أن تؤمن بهذه المفردات العقائدية كلها الغيبي منها والعملي إيمانا عقليا عميقا، هذا ضروري ولكن لا يكفي، يجب أن تؤمن بها إيمانا روحيا أيضا، إيمان روحي، أن تملك عليك هذه القضايا مشاعرك وأحاسيسك فتدفع بقواك كلها إلى الفعل وإلى الإنجاز وإلى العمل، وهذا يكون نتيجة المنهج، نتيجة المنهج التعليمي سواء في التعليم والتربية أو في الدعوة. يجب أن نراجع كيفية تعليمنا للعقيدة، لا نعلم العقيدة بالأقيس المنطقية المجردة كما هو حاصل، نعلم العقيدة بمنهج آخر يبلغ في النفوس مبلغا عظيما من السيطرة على هذه النفوس. وهذا المنهجية على كل حال موضوع آخر يطول شرحه، لكن في الخلاصة أقول أنه لابد لنا من مراجعة عميقة فيما يتعلق بعقيدتنا سواء من حيث مصدرها أو حيث مدلولها أو من حيث مفرداتها أو من حيث كيفية تحملها، حتى نعيد بناء العقل الإسلامي والوجدان الإسلامي في التحمل الإيماني والتحمل العقدي، نعيد هذا البناء بحيث يصبح هذه العقيدة محركة، تصبح محركة للإرادة، محركة للفكر في البحث عن الحقيقة، محركة للإرادة في الفعل، محركة للوجدان، فيصبح المسلم فاعلا منجزا بناء. حين ذاك يمكن أن نقول أن العقيدة أصبحت تستنهض المسلم فردا والمسلمين جماعة، تستنهضهم للفعل الحضاري وللاستئناف الحضاري في جميع مجالات الحضارة وجميع مجالات الحياة. هذه الخلاصة، جزاكم الله خيرا على هذا الاستماع وشكرا لكم والسلام عليكم. شكرا للدكتور سيدي عبد على محاضرته القيمة التي دارت كما سمعنا إلى ذلك حول دور الإصلاح العقدي في الاستنهاض الحضاري، وأكيد حفظه الله على أن نشأة الحضارة بصفة عامة وتطورها ينبغي أن يكون مبنيا على أساس العقيدة بشروط. تذكر حفظه الله بصور الخلل التي تصيب العقيدة، ودعا في نهاية كلامه إلى إعادة النظر في كيفية تعليم العقيدة لأبنائنا من تسميتها ومصدرها وإلى غير ذلك، وحتى تكتمل الفرحة في هذه الأمسية المباركة. بعد استئذانك حفظه الله
أعطي الكلمة إلى بعض يعني تدخل في حدود 10 دقائق من أستاذ الأساتذة ومن الطلبة، لأن قيمة المحاضرة تصبح أكثر إلا بفتح النقاش والحوار. فمعرض أن أتكلم فأتمنى الاسم ديالي. نعم أستاذ الأساتذة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عائشة أزويف، طالبة باحثة بصفة الدكتوراه تفسير الخطاب الشرعي قضايا ومناهج. إذن الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى. في البداية أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للجهة التي صبرت على تنظيم هذه المحاضرة القيمة وعلى التقائها لهذا المعلم النفيس عالم من أعلام الأمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يمد في عمره ويمتعه بكامل الصحة والعافية. إذا سلم شيخنا الفاضل بأن الانتكاس الحضاري الذي تعرفه الأمة اليوم في جميع الجوانب راجع إلى انحصار مجهول العقيدة فيما هو غيبي والابتعاد كلي عن وجوب الحياة العملية، وأن تحمل سواد أمر العقيدة وتحمل تقليد لا تحمل تطبق، فما هو المسلك الصحيح لتجديد بناء الفهم العقلي، خصوصاً وأن أغلب أفراد الأمة لا يقبلون في واقعهم الحالي الرجوع المباشر إلى نصوص الوحي بشقين، على الأقل في القضايا الأساسية التي ذكرت كالإيمان بالله والنبوة والوحي والملائكة وما هو مندرج ضمنها. ثم كيف نحول منهج الفكر العقدي إلى مؤسسة علمية بحثة جامعية لمواجهة كثير من السلبيات العقدية وكالعقلية الشعوذة والخرافة بقصد استعادة مفهوم الاستخلاف في الأرض؟ وشكراً. شكرا عائشة. نعطي الكلمة إلى فضيلة الدكتور فؤاد المحداد. نعم يا قسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر موصول للأستاذ الفاضل. أنا عرفي براسك طالب زيان حجي من سنة ثانية من سنة ماستر المذهب المالكي وتدبير الخلاف. أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ على هذه المحاضرة الثمينة. أستاذي، كيف السبيل لمعالجة العقيدة في هذه الأنحاء الأربعة التي ذكرتم؟ وفي ظل هذا الانشقاق الحاصل بين الأمة من حيث يعني كثرة الجماعات وكثرة الأحزاب وكثرة الاتجاهات سلفية كذا، يعني كيف يمكن معالجة هذه القضايا في ظل هذه المعطيات الموجودة الآن؟ وشكرا. شكرا. بعد 5-3 شيخنا، إيمانا مني بكل ما ذكرتموه وعقدا عليه أرحب بكم باسمي وباسم زميلاتي في تكوين الدكتوراه. شمسا لا تغيب وقمرا لا يأفل. ذكرتم شيخنا أن الإسلام الذي عمل به الرعيب الأول وعقدوا عليه قلوبهم وعقولهم على أفكاره
هو الذي حولهم من رعاة للغنم للورثة اللامعين للحضارات القديمة. هذا الإسلام ومصادره الأصلية القرآن والسنة البيان بين أيدينا، لكن كما ترون وكما يشهد الجميع حالنا إلى تسفل وإلى انحطاط. المصدر للأصليان بين أيدينا، لكن الحال يزيد سوءا كلما تقدم الزمن. فهنا ينتصب سؤال الكيف. نحن شباب نريد أن نتغير، نريد أن نكون روادا، يعني أن نصل مرحلة الشهود الحضاري، لكن ينتصب أمامنا سؤال الكيف. كيف نتغير وكيف نصبح شهودا على هذه الأمة وكيف نكون قادة كما كان أسلافنا؟ تحدثتم شيخنا عن حطم تلك الحدود الحضارية بين العلمي والعملي. العلمي المقصود به العقائد والعملي الفقه أو الأخلاق. فيعني هل ما ذكرتموه هو دعوة لحطم تلك الحدود الحضارية أو الحدود المصطنعة بين ما هو علمي وعملي، لإقامة لجعل الكل يعني عقيدة والكل إيمانا؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا. رقم 4. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد أخشيش من سلك تكوين الدكتوراه. أستاذنا الفاضل، من المعلوم أن إدخال مسمى العمل في الإيمان إشكال تاريخي معروف ومعلوم، ولذلك فإن هذا يعني ليس بالجديد. الإشكال الحقيقي هو هل إذا أردنا أن ندخل بعض المسميات في مضمون الإيمان نكون بذلك لا نحافظ على النسب المطلوبة والتي أصلتها نظرية المقاصد، فما يدخل في الدين مقدم على ما يدخل في الماء. مثلا هل يمكن لنا ونحن نستصحب بعض النماذج التي أوردتموها من يقيم التكافل الاجتماعي بحذافيره، هل نحكم له بالإيمان إذا أغفل الأصل؟ ومن لم يقم بالتكافل الاجتماعي على أصله وكان له الأصل ويؤدي حق الله على التمام وعلى الكمال، فهل نحكم بكفره؟ السلام عليكم. شكرا. شكرا أخشيش. رقم 5. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين الطالب في سلك في الإجازة. الشكر موصول لكم فضيلة الأستاذ الدكتور إسلام بن جيل نجار وإلى الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه المحاضرة القيمة. اليوم الأمة الإسلامية تعاني تمزقا متشتتا، فنرى أن فرقتين عقديتين تشكل مؤتمرا في الشيشان، يعني تخرج الفرقتان الأخرتان من الملة، ونفس الفرقتان الخارجتان من الملة تعقد مؤتمرا آخر لتخرج الفرقتان السالفتان الذكر من الملة. يعني ما هي الأسس المنهجية التي يمكن أن نتبعها في بناء منهج هذه الأمة وإعادة جمع شتاتها؟ يعني بصيغة أخرى، هناك من يقول أن منهج علم أصول الفقه أو منهج الدرس الأصولي هو الذي يساعد في جمع شتات هذه الأمة. وشكرا لكم ولكل الجهات المسؤولة على هذه المحاضرة. شكرا. شكرا لجميع أعصابي لما نشهد في ورطة الجميع. والكلمة إلى أستاذنا المحاضر. شكرا لكم جميعا على هذه التدخلات وهذه الأسئلة وهذه النقاط التي تشير إلى شيء إيجابي، وهو الحيرة التي هي بداية البحث. لا يوجد بحث إلا بعد مشكلة أو حيرة، وجل الأسئلة تقول كيف السبيل إلى هذا الإصلاح. هذا دائما الإصلاح صعب، والإصلاح يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى جهد، وأحيانا يحتاج إلى جهد جماعي وإلى ما يشبه الثورة الثقافية.
مثل الثورة التي قام بها الإمام الغزالي مثلا في نقده لما كان سائدا وفي إحيائه لعلوم الدين، وثورات ثقافية أخرى في تاريخنا. ولكن المهم هو أن نبدأ بالوعي، أن نكون واعين بهذه القضية. والوعي هو أول درجات المطلوبة من أجل الفعل والإنجاز. نحن عندنا منابر التعليم والتربية، وعندنا منابر الدعوة، فلنبدأ من هناك. لو الدعاة ولو المربون والأساتذة حصل عندهم الوعي بأنه ينبغي هذا الإصلاح في مجال الاعتقاد، فإنهم سوف يربون الناشئة ويربون العامة من الناس على هذه المفاهيم الجديدة، ولا يستثنى من هذا حتى عوام الناس. عوام الناس يمكن أن تخاطبهم بهذه المعاني بالصفة التي تناسب عقولهم، وتحصل لديهم ثقافة بأنه إذا كان مؤمنا فإن إيمانه هذا ليس هو الإيمان الذي ينجيه، إلا إذا أضاف إلى الإيمان بالغيبيات الإيمان بهذه الأمور ذات الصبغة العملية في الحياة الاجتماعية والفردية. أنا عندي محاولة وجدت فيها صعوبة. منذ ربع قرن أو 30 سنة كنت أدرس في الجامعة الزيتونية في مادة العقيدة، وأخذت درسا سميته الإنسان في العقيدة الإسلامية، وقلت إن هذا مادة العقيدة سنخصصها في هذه السنوات في سنة من السنوات لهذا الموضوع، لأن الإنسان في مبدئه، وتعرفون النظريات التي تذهب وتخالف التوجيه القرآني في مبدأ الإنسان، نظرية التطور إلى آخره والوجودية وغير ذلك، وفي مهمته في الحياة، وهناك تحديات تقول بالعبثية وتقول بالسدى وتقول، وهناك ما يتعلق بمصير الإنسان، وهناك نظريات تتحدى هذا وتقول بأن المصير هو الفناء إلى آخره. إذا نحن في صلب العقيدة، في صلب الإيمان، والعلم والاعتقاد، جحود هذه القضايا مخرج من الإيمان. ولكن نجد في كتبنا مبحث اسمه الإنسان في العقيدة الإسلامية سوى قليلا، مثل ما كتبه الراغب الأصفهاني في كتابه العظيم رغم حجمه الصغير، تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. ولكن المشايخ التقليديين مع احترامنا العظيم لهم لم يستسيغوا هذا، وقالوا كتب العقيدة وعود الدين الإيجي باعتبار أكبر من المؤرخين أو مدونين العقيدة لا يوجد في كتابه هذا المبحث. فالمسألة تحتاج إلى شيء من النضال بين قوسين العلمي حتى يصبح ذلك شيئا فشيئا. ومرجعنا إلى القرآن والحديث، نجادل في القرآن ونجادل بالحديث، فشيئا فشيئا يصبح يسري هذا المفهوم في عقول الناس وفي وعيهم العقلي، في وعي إصلاح الوعي العقلي وترقية الوعي العقلي. ونأتي بنماذج من الصحابة الكرام. هل كان الصحابة الكرام يؤمنون بأن إيمانهم فقط هو الإيمان بالغيبيات؟ ربعي بن عامر ذهب إلى رستم فقال له: لماذا جئت أنت أعرابي، كنت في الصحراء كنت راعي؟ فماذا قال له؟ شيء عظيم يعني، لأنه تشبع في عقيدته، تشبع بهذه العقيدة الصحيحة. جئنا لنخرج الناس من عبودية العباد إلى عبودية الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا رجل كان في الصحراء لا ليس له ثقافة، ولكن لما عقله تشبع بهذه العقيدة القرآنية في جانبها الغيبي الأساس، وفي جانبها الحضاري نقول أو العملي،
والسلوكي. لا يمكن أن نؤخر وأن نخرج هذا الجانب الثاني من مفهوم الإيمان. يجب المسلم يعتقد أنه مقصر في إيمانه كما يقصر في عدم صلاته إذا لم يتعلم، إذا لم يبحث البحث العلمي، إذا لم يكتشف قوانين الطبيعة، إذا لم يعمر في الأرض، إذا لم يحترم الإنسان. هكذا لما يتشبع بهذا المفهوم الإيماني شيئا فشيئا في الناشئة، في الأطفال، في المسجد، في الدعاة، في الخطب، يصبح المسلم فاعل، ويصبح المسلم يدفعه التوحيد ويدفعه الإيمان باليوم الآخر إلى الإنجاز على الأرض وإلى الإنتاج وإلى البناء الحضاري وإلى الشهادة على نفسه. مسألة لا تأتي هكذا ببركة الله، لا تأتي بجهاد علمي، جهاد علمي على مستويين، على مستوى البحث والتنظير والتدريج الرؤى، وعلى مستوى التعليم والتربية والدعوة. شيئا فشيئا يصلح حاله هذا التحمل الإيماني والتحمل العقلي، فيظهر تظهر نتيجته سلوكا وعملا هذه الأمة في بناء الحضاري وفي استئنافها الحضاري. شكرا لأستاذنا الفاضل على توضيحه لما يحتاج إلى توضيح وتخصيص فضيلة الدكتور فؤاد محداد رئيس مختبر الدراسة الشرعية للأمور البشرية وشبكة الدراسة الإسلامية في الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لك سيدي إيمانا منا بمشروعك النهضوي التحضري الشهودي الإشهادي الذي يستمد حقائقه ومضامينه من عقيدة وحي التنزيل، تحملا صحيحا وفهما سليما وتحققا وتخلقا مرضيا، مع تساوق في تساوق مع الأرواح العامة والمقاصد الكلية التي للوحيين ضمن الوحدة، ضمن وحدة موضوعية تتكامل فيها المعاني الجزئية لتكون المعنى الكلي، وتنصهر فيها المفردات العقدية في بوثقة المعاني التركيبية التعميرية. إيمانا منا بهذا المشروع وإيمانا منا به، فإن بعض أساتذتنا يوصون طلبتهم بقراءة مؤلفاتك النافعة المثمرة، بل هي مقررة في ولا سيما في ماستر يعني المذهب، وأعرف أستاذ العقائد سي يعني حسي ممن وسي كذلك المراني كذلك ممن يؤكدون على يعني مؤلفاتك. سيدي نصبت مناصب في نصابك مفضلة، ونورت ذوج العقد حتى تفرق وانجلى، استنهضت بصلاح عقدك كل طارق ولا طارق يخشى بها متحملة. جزاك الله خيرا و شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور سيدي فؤاد محداد الذي لم يترك لي ما أختي به، ومع ذلك فباسم جميع الأساتذة شعب الدراسة الإسلامية وغيرها وباسم جميع الحاضرين من طلبة مصر والإجازة، نجدد شكرنا إلى فضيلة الأستاذ سيدي عبد الكريم عبد المجيد بن نجار راجي من العلي القدير أن يزورنا مرة أخرى. وختاما أضرب لكم موعدا آخر إن شاء الله لنشاط علمي قادم سيكون إن شاء الله يوم الخميس 15 جانفير في لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ سيدي أحمد البوشيخي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.